قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث. هل الصوم المطلوب متتابع أم متقطع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع مؤنسة الزواج فليتزوج، فإنه غض البصر وأخذ الفرج حتى على النكاح لتزويج أبنائهم وبناتهم، وأن لا يردوا كفر إذا خطب، ويتعاونوا على ذلك بتسهيل المهور وتسهيل الولائم وعدم التكلف في هذه الأمور، حتى يسهلوا لأبنائهم ولبناتهم ما شرع الله من الزواج. أما إذا عجز ولم يستطع فعليه بالصوم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعفاف كما أمر الله بذلك، والصوم يكون متتابعا ويكون أيضا متفرقا لا بأس، على حسب حاله وقدرته. إذا صام متتابعا حسن حتى يكف بهذا شر الشهوة، وإذا صام متفرقا فلا بأس، الأمر في هذا إليه هو أعلم بحاله. والصوم مستحب ومشروع من أجل تخفيف شر الشهوة، وإذا تعاطى بعض الأدوية التي تخفف من ذلك حسن أيضا. نعم. بعض الأخوة يبدأ فيقول أحيانا، ومن أعظم الدواء غض البصر والبعد عن التجول في الأسواق بلا حاجة، النظر إلى النساء في الأسواق أو في بيته إذا كان لديه غير محارمه، ينبغي في مثل هذا الحذر والبعد عن إطلاق البصر، فإنها من أعظم الأسباب لسلامة. أما إطلاق البصر وتجول في الأسواق من غير حاجة بين النساء، هذا من أعظم الأسباب في الفتنة وإطلاق الشهوة في وقوع الفاحشة، نسأل الله.